رابعا، احذر ترك القرآن، احذر ترك القرآن. لقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري، الذكر هون هو القرآن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني شديدة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال بكرة يوم القيامة: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت، يعني في الدنيا، بصيرة، كنت مفتح، ليش أعمى؟ قال: كذلك الذي تستحقه أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تركوه في جهنم، ينسى في النار، عذاب خالد، كم سنة خالدين فيها. نسأل الله العفو والعافية. ومن أعرض عن ذكري، عن القرآن، فإن له معيشة ضنكا. من أراد مني النصيحة، إذا حبيت تقبل نصيحتي، لا يمر عليك يوم إلا تقرأ أقل ما يكون صحيفتين قرآن، أقل ما يكون، افتح المصحف اقرأ صحيفتين قرآن. اجعل بينك وبين كلام الله مودة، اجعل بينك وبين كلام الله صلة. إذا مرة قلت يا رب القرآن، يقول له: يا ربي هذا حبيبي، عم يقرأني كل يوم، فالقرآن بيدافع عنك. أما إذا ما عم تقرأ القرآن، القرآن عم يشتكي عليك لله، إنه يا ربي حابسني، لا عم يقرأ ولا وفى أعطاني لحدا يقرأ، حابسني بيتوب معلقني، والتاني حاططني بالدرج مسكر علي. القرآن عم يشتكي على الناس. صلى الله عليه وسلم مرة قال للصحابة، قال: يصعد القرآن فيطوف حول العرش وله دوي كدوي الرعد، فيقول الله تعالى: ما لك؟ فيقول: يا رب منك خرجت وإليك أعود، يا ربي أتلى فلا يعمل بي، أتلى فلا يعمل بي. هذا يتلى فلا يعمل بي، عم يشتكي. فكيف إذا كان لا يتلى ولا يقرأ؟ الله يحمينا بحما. احذر يا أخواني، احذر ترك القرآن. ولا تكن ممن قال الله فيهم وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اوعى تهجر القرآن، النبي يدعو والقرآن يدعو. من أين تجد الخير إذا كان النبي عم يدعي عليك والقرآن عم يدعي عليك؟ وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله يحمينا بحماه.